الميزه يا اولاد. هذه اخرته. يا ترى فرج هتعمل ايه؟ والله والله انا من زمان واني بقول ان ده هيحصل، وهيجي اليوم اللي هنظبطها معاه. يا حول الله. يلا بينا يا رجاله، ان الله حليم ستار. اعتقد انهم لا يزالون يسمون الحب هناك العين، ولا بد انهم لا يزالون يتحرجون عن ذكره علانيه، وإنما تلمحه في النظرات التائهة الحيرة، وفي وجنات البنات حين تحمر وتخضر وتنسبل عليها الأجفان. مبروك يا ابو زيد، رقصني يا درع. غريب وصل يا جدعان. Thank you.
جاب الواد ده هنا؟ ده فرح ابو زيد يا حضرة الناظر صاحبه، هو بال عندك بقى. مش عايز اشوفه هنا بس كده. رقصني يا جدع. عايزها موت وانا ما ينفعش. هي الاول سكتي ليه؟ بفكر.
اخوها صعب؟ فرق ولا يهمك. اتفقنا؟ اتفقنا. بكرة بالليل تيجي تقيس الجلابية الجديدة عندي. ماشي. يا رازق الفرخة وديكها، ارزقنا بجوازها يا رب. ولا بأي حاجة يا رب. اسكتوا بقى، ما تفكرناش بالنسوان، كفاية اللي حصل. يا اخويا انا بستغرب الكلام عن النسوان شغال وغريب ساكت ليه؟ وانا برضه بتاع كلام يا ابني. يا بختك يا غريب. يا خويا بنات بنات هاتولي بنات يا بنات يا بنات هاتولي بنات يا بنات. جيبوها لك انت يا معصفر، تعمل بيها ايه؟ قولي جيبوها الغريب. تلاقيها جات له ادي اهبل من زمان. غريب ونبي غريب، قول بجد يا شيخ، هي جات لك بجد؟ يا وحدي جد وكتاب الله كذاب. يا ابني يا ابني ده غريب والرزق على الله. غريب سلاح يا سي غريب، دي بنات يا ابني. يا اخي بطل مجاقر بقى. ها غريب قول لنا، غريب قول لنا عملت ايه بس؟ قول والنبي لا تقول. يقول ايه يا حمار انت؟ هو والله لا نهاية. طب بس 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 حاسب على روحك شويه يا ابن خالتي بهاني. انت هتسكت ولا اديك على نافوخ؟ اديني سكت اهو. روح كجاري. ها قول لنا بقى غريب، عملت ايه مع بنات؟ يا جدع قول، ارحم بقى وقول. طب قول لنا عملت ايه مع اي واحده؟ يا جدع قول. بقولش حكم النسوان دول سيرتهم زي سيره العفاريت. هي الناس تفوت كده يا بنات من غير ما تقول صباح الخير ولا ايه؟ صباح الخير يا خالة زكية. بعد ايه يا ست بنات؟ مش هتيجي يا بنت افصل لك توب؟ عندي حتة قماش تخليكي سنيورة. ان شاء الله تيجي يا بنت الليلة دي. يا اختي ان شاء الله في المشمش. بقى ما تعذبنيش. الله بقول لك تعال تعال بقى لحسن خالص. تعال تعال ولع غيرك. وعارف انا مصاحبك ليه؟ علشان انت ست ولا راجل وكمان ما بتتكلمش. البني ادمين كلامهم كتير قوي يا ولع، واكتر كلامهم وحش. انا مبسوطه قوي يا ولع، مبسوطه اني هنا لوحدي ومحدش شايفني الا انت، وانت ولا حاجه. عارف انا مبسوطه ليه يا ولع؟ انا مبسوطه قوي اني بنات واني هنا في الدنيا، والدنيا حلوة قوي يا ولع، وانا كمان حلو قوي، وانا وانت والدنيا حلوين قوي، مش كده يا ولع؟ انا هقول لك كل اسرار بنات، ما انتش غريب عني. انا عايزة حاجات كتير قوي يا ولع، نفسي اعيش قوي قوي لحد الدنيا ما تخلص عيشتها وتموت. نفسي يبقى لي جناح وطير
نفسي اركب القطر واسافر واروح البندر واروح مصر. نفسي اركب الوابور واعدي البحر. نفسي اشوف السيمة. نفسي احب. نفسي اتجوز. نفسي اخلف. نفسي اتهبل. نفسي اعقل. نفسي انام مصحاش. نفسي اصحى ما نمش. ولع ولع. نفسي افضل حلوة لغاية القيامة ما تقوم. ولع. في الليل بقى، خلي كل حاجة في الليل. ها وطير. نفسي اركب القطر واسافر واروح البندر واروح مصر واركب الوابور واعدي البحر. تسقيني وانا عين عليك الزلعه. عين عليا وانا فيه زي بعضه. اسقيني بقى يا حلوه. طب اشرب. امال فين بنات؟ ما تسالنيش. امال اسال الحيطه. بقول لك فين بنات؟ أنا عارفة يا أخوي. أهي راحت تملى الزلعة من الصبح ولسه ما جاتش. بقاني بستسمح لها الخوري خمس دقايق عشان تملى الزير. تقوم تغيب الغياب ده كله؟ تنقطع يوميتها كده. أنت عامل على اليومية؟ في حاجات أهم من اليومية يا فارق. كده أهو؟ طب أما تيجي يبقى لي كلام معاها. يا اخويا البت دي مالها ماشية تتقصع كده ليه؟ شوف يا اخويا عمالة ترع بشبشبها ازاي عشان تسمع الرجال. اقطع دراعي، لازم في يوم هنظبطها مع واحد. بيقولوا انها بتحب الواد غريب. لازم الغياب ده كله مع حد. كنت فين ده كله يا بت؟ انا مش بت، انا بنات وكنت بملى الزلع. ما هو لو ليكي اخ بتخافي منه ما كنتيش عملتي كده. واخاف منه ليه؟ وانا يعني بعمل ايه؟ وكمان بتقولي ما بتخافيش منه؟ شاهدين يا ناس بنات بتقول ايه؟ اهي على عينك يا ساجر اهي. اهي بتقول انها ما بتخافش من فرج. شاهدين يا ناس؟ شاهدين على ايه الناس؟ انت جيت؟ اتصرف بقى يا اخويا معاك. انا ماليش دعوه. اتقالك من الصبح بتعمل ايه؟ كنت فين يا بيت؟ كنت بملى الزلع. وعملت ايه تاني؟ قعدت اتكلم شويه مع ولع. ولع؟ ابن مين ده؟ ابن معزه خالتي بهان. لا يا شيخ. انت هتاكلي بعقلي حلاوه يا بنت. مع ولع ولا مع الواد غريب؟ طب وحياه النبي مع ولع. وغريب اللي شايفه بعيني دي جاي من ناحيه الترعه. مش هو اللي حملك الزلعه؟ لا مش هو، سلامه هو اللي حملني. وعشان كده لابسه التوب المحزق؟ انا مش قايل لك ما تلبسهوش بتاتا. يا اخي ان كان على التوب بسيطه. اسالها عن ورق الدخان الاحمر اللي طول النهار قاعده تحكه في خدودها عشان تحمر. هي بتعمل كده؟ والله يا اخويا انا ما بعمل كده، دول هم اللي حمر، طب اعمل ايه بس؟ يعني دهنهم اسود. طب وريني كده. انما برضه غريب هو اللي حملك الزلعه. ان شاء الله اعدم انا يا اخويا ما حصل. يا فجره.
طب تعالي بقى. اديني وما اقعد. لو شفتك ولا سمعتك تستلمي الواد غريب ده. لا قتل فيه. اصل جبت كلب وعامل بتاع نساويل. وديني وما اقعد. نروح فيكم تقديم ده قبل ما يجي اشوفه مره واحده ويلعب عليكي. كفايه بقى يا فرج. كفايه يا اخويا. لازم اخلص عليها. هي ما عادتش. لازم اصيح لها. انا لها دعوه غريب. على ايه بس؟ هي الست عملت ايه؟ يا سلام. بعد ده كله هي عملت ايه؟ كده اهو. اخفي الالطاف جنان مما نخاف. اخفي الالطاف جنان مما نخاف. اعمل ايه فيك يا بنات؟ اعمل ايه فيك يا بنات؟ ايه هو الكلام ده؟ اعمل ايه فيك يا بنات؟ ما تعمل يا اخويا زي الرجاله ما بتعمل. يعني عايز انا اعمل ايه تاني يا مسعيد؟ ادبها. البت ناقصه ادب. ادبها. يعني اعمل ايه تاني؟ اقتلها اخلص عليها. انا مربيها للمرحومه اللي ماتت وسابتها لي عمرها سنه. هو انا اخوها بس؟ ده انا اخوها وابوها وامها. ده اغلى عليا اكتر من ولادي. بقيت اجوع عشان اوكلها واتعب عشان اريحها. انت ما شفتهاش وهي صغيره يا مسعيد؟ كانت زي الصنيور. وهي كبرت وفارت وفاتها جواز كمان. انا عارفه ما بتتجوزش ليه؟ اللي ما في حد اتكلم عليه. الناس بيخافوا من الحلوين يا مسعيدة. اشمعنى انت ما خفتش مني؟ اعمل ايه فيك يا بنات؟ اعمل ايه بس يا ربي؟ احوش ازاي عينين الناس؟ احوش ازاي كلامهم؟ ده عرض يا ناس. عرض ماشي في الشوارع والغيطان. وزضاح حضيعني ويتيتموا ولادي من بعدي. يا خفي يا الالطاف بكنا مما نخاف. انت يا جدع انت وهو يا اللي هناك اختش على دمك وبلاش بحضره في الامن. ده مال ناس يا جماعه ده حرام والله العظيم حرام. ده انتم ولاد الدين والتربيه. لو بكم حد متربي ما كانش عمل كده. بس ده ولا تقليل الادب يا فرج. معلش يا حضرة الناظر، أنت عارف شقاوة ولاد ليام دي؟ شقاوة ما قلناش حاجة. بس تبلغ به الجراءة يعملها مع البنت اللي بتشتغل في بيتي أنا؟ تحصل قلة الأدب في بيتي أنا؟ أنا مش كفاني طردته، كان لازم أسجنه، والمسيح الحي كان لازم أسجنه. المرة دي عشان خاطرني امسحها في دقن دي. هو في حاجة يا أبو جورج؟ ده فرج يا ستي بترجعني أرجع غريب الشغل. ترضي بكده؟ الأمر أمرك. أنا لا يمكن أرجعه. ده المسيح قال: طوبى لكم إذا عيروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجلي كاذبين. وهم اللي قالوا عليه. ده احنا اللي ظابطينه مع البنت في حال التلبس في أوضة الفراخ. طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات. نهايته. اسمع. على ضمان تاني يا حضرة الناظر. ومن يوم ورايح أنا اللي هكون مسؤول عنه. وإذا غلط برقبتي دي. والله بينها حطير عن قريب يا فرج. كتر الف خيرك يا حضرة الناظر، ايدك احب عليه. استغفر الله يا ابني استغفر الله. كتر الف خيرك يا ست ام جورج، علي النعمة انك بركتنا يا شيخ. يا غريب يا ابو عبدون. يا غريب يا ابو عبدون. يا جدع فين؟ اهي فورجت. هي ايه اللي فورجت؟ انا كلمت لك حضرة الناظر، وافق يا سيدي على رجوعك الشغل، بس ايه يا فرج؟ الله يعمر بيتك. بس على ضمان تاني.
على ضمانتك ايه يا فارق؟ انت عارف ان المكنه مليانه بنات، وحسك عينك انك تقرب لوحده فيهم. رقبتي هتطير، وقبل رقبتي ما تطير هكون شربت تاني من دمك. توبه يا فارق، توبه. الله يقطع البنات، ده انا بقالي شهر عبي الشمس في ازايز ومصارين اتلوت من جوع. ربنا يخليك ليا يا فارق. ايدك ابوسها. استغفر الله، عيب، ده احنا اخوات وحبايب يا غريب. مستنظر ايه؟ يلا استلم حالك. الله يلا مار، هوا يا فارق هوا. شايفك يا بنتي اللي بتحطي القلب في قلبك؟ يا ناس ده حرام، ده ملناش يا جماعة، ده حرام عليكم والله. الله بس ايه؟ مش كفايه علينا جعجعه ابوك ابو عبدون؟ اصل مبسوط قوي على سلامه، ده داري الشغل احسن مليون مره من النسوان. اي والله الشغل احسن منه. مالك اتلجلجت ليه؟ اصلي عطشت قوي يا سلام. تعال سوا نروح اشرب. على فين يا غريب؟ انا كنت نازل اسوي كومه من ناحيه دي. ما تنزلش انت، خليك عندك فوق، اوعى تنزل، سلام هيسويها. غريب، مساء الخير يا غريب، اتفضل. تعال يا غريب، تعال. دول يا دوبك استلموا هدومهم دلوقتي. استلموا؟ المهم مش دي بنات؟ لا دلال. دلال؟ انت مش قايله لي ان معاد الليله مع بنات؟ انت باين عليك مدلوق قوي. ما تتقل يا غريب، اتقل يا ولد. يعني ما جاتش؟ ما جاتش، انما هتيجي. امتى؟ الله، هتيجي وخلاص. انا مقول هتيجي يعني هتيجي. طب وبعدين؟ ايوه ده انا نسيت دلال خالص. زمانها مستنية جوه عشان تقيس التوب. دلال دلال زي بعضه، سيبيها عليا انا. كده يا ابني، دي العشاء اتدنت من الصبح، ده احنا يجي نص الليل. كنت فين؟ ده العشاء زمانه برد. امي سخانيه يا فردوس. ما تسخنيش، ماليش نفس. مالك يا شعبان؟ مالك يا حبيبي؟ أم أنا عايز أتجوز. بس كده يا ابني؟ يا ألف نهار أبيض، داني من يوم المرحوم أبوك ما مات وأنا نفسي أفرح بيك. هي وإن شاء الله بقى ناوي تتجوز مين؟ مين بنت الحلال دي اللي جابتك على أسنانك؟ بنات
ملقتش الا دي. وهي مالها يا ام؟ ما مالهاش يا ابني ولا حاجه، بس بس ايه؟ بس احنا مش قد بنات يا ابني. ومش قدها ليه؟ هي مش بنت زي بقيه البنات. مالها يا ام؟ ما هي حلوه وعاجبه كل الناس. ما هو علشان كده، عشان حلوه وعاجبه كل الناس ما تعجبنيش. ليه بس يا ام؟ ابعد عن الشر يا ابني وغنيله. بنات حلوه وحلاوتها مش بعقل، دي الشر يا ابني. ابعد عنه وغنيله، ده انت مش قدها يا ابني. دي طول النهار تكلم الرجاله وتعاكس لولاد، وعينيها واسعه وجريئه عايزه يندب فيها رصاصه. ابعد عنها يا ابني. دي اقدب واحده في العزبه، وكل اللي بينقال عليها ده كلام فارغ. كل البنات غيرانه منها، وكل الرجاله نفسهم فيها، وكل واحد وكل واحده بكلمه. انما دي اشرب بنت في العزبه، وانا هتجوزها وبكره تعيش معاك وتشوفيها يا ام. حد الله ما بيني وما بينها يا ابني. انا قلت لك وانت حر تبقى تقعد انت وهي بعيد عني. انا وليا مريضه ومش عاوزه وجع دماغ. انا قلت لك وانت حر. ما تتعبيش روحك يا ام، شعبان باين له حب وطب وبنات كويسه. صحيح هي يعني بيقولوا ان الواد غريب بيقابلها حد المكنه بالليل، انما ده كلام بعنيه محدش شاف. الركي بقى على شعبان انه يشكمها، مش كده يا شعبان؟ صباح على خير. صباح الخير يا فرح. صباح الخير يا شعبان. مال كفلنا الشر؟ ما ماليش ولا حاجه، بس انا عايزك في كلمه. دي حاجه مهمه قوي دي اللي تخليك تسيب الزكاة بوتيك. مهمه قوي 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 قوي. أنا بصراحة كده بصراحة عايز أتجوز بنات. بنات أختي؟ هو في غير بنات واحدة؟ ها إيه رأيك؟ إن كان عليا يعني موافق، بس بس إيه؟ مش هي لسه صغيرة على الجواز برضه؟ صغيرة إيه يا راجل؟ قول موافق. موافق يا شعبان. إيدك نقرا الفاتحة. هنا هو برضه؟ أيوه هنا هو كده. على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. انت كريم يا رب. ولا اسباب. تعال خش لي باطي يا تعالي. بقى شعبان خطابها او بر رمضان؟ الله صحيح شعبان قرا فتحة بنات يا ولاد. مش كنت انت اولى بيها يا غريب؟ اني يا ابني مش بتاع جواز. عارف اللي بيتجوزوا دول بيتجوزوا ليه؟ ليه يا غريب؟ لما الواحد ما يقدرش على البيت يتجوزها. اني بقى قادر. احنا ترينا غلابة يا ناس. وعدنا يا رب. وهتقدر عليها حتى بعد الفاتحة يا غريب. وبعد كتب الكتاب كمان. يا راجل فرخة وده ايه ده؟ انت رحت عند مخالي السبت ده كمان؟ اعمل حسابك، انا لازم اروح الكنيسه في البندر الساعه 8 الصبح عشان نلحق القداس، وان ما صحتش هدلق عليك جرد الميه. خد يا بنات. ولا معكلها الا انت. دي اختي سلقاها عشانك. مني ليك يا شعبان.
مني لك يا بنات. ربنا يخليك ليا يا شعبان. ويبعد عننا اولاد الحرام. هو في الدنيا اولاد حرام؟ كتير قوي يا بنات. ما بيتهيأليش، ده انا بيتهيألي ان كل الناس ولاد حلال طيبين، حتى عم عبدون. جايز، بس اللي انا متأكد منه بقى ان ابنه غريب ابن حرام. سلم قال أم من النوم اقول يا رب عدل بلد حبيبي وصد عيني ومش قادر عدل. انا رحت لشيخ عالم يقرا في معادل. مرحبا يا ابو ناس. بقول ايه يا فارق؟ خير يا ابو ناس. ما تكلم لنا النظر، شوف لي الواد غريب دي شغلانه في الغيط. والغيط ليه؟ دي شغلانه التبن دي، اسفه شغلانه. وحضره الناظر من اهله مخصوص. امال يعني قاعد يغني كده ولا كانه في الكندة شابه؟ انت مالك وماله؟ ما تخليك انت في بنات. ماني بتكلم على بنات. مالها بنات؟ الناس بتبص لها وغريب بيغني، وانا بصراحه كده. اسمع يا شعبان، انت قريت فتح البنات وانت من يومها مسؤول عنه. انا ماليش دعوه، اعمل اللي انت عايزه. يا ليلي يا ليلي يا بلاش دوشه يا جدع انت. بتقول ايه يا شعبان؟ بقول بلاش وجع دماغي يا اخي. وانا مالي ومالك يا عم؟ انت هناك قدام المكنه في النظافه وحب القمح. اه ايه مزعلك بس؟ هناك يا اخي سد ودانك وما تسمعوش. دور لك على قطنه صد فيها ودانك. ياما نفسي في عود من اللي انت شايلاه. اتليه يا شيخ وانت نفسك عود. ها؟ اسمع يا بنات، انت ما عنتيش زي الاول، انت دلوقتي بتعتني بس. هو حصل حاجه لا سمح الله؟ مش عاجبني ابدا حكايه ان كل واحد يبص لك وانت تضحكي له. انت دلوقتي بتعتني بس، فاهمه؟ اي واحد يكلمك ما ترديش عليه، يبص لك بص الناحيه التانيه. يا شيخة ده انا مش عارف اشتغل، انا اتلخبطت خالص. يا شيخة ده الواحد هاين عليه شق هدومه. حاضر يا شعبان، اللي بتقول عليه. وكوم التبن ده مش عايزك تروح يمته ابدا، فاهمه؟ واني رحت يمته؟ انا قلت لك وانت حر. حاضر يا شعبان اللي تقول عليه. اسمع يا شعبان. ايه؟ انا مش سايب الجرن بس، انا سايب الجرن واللي في الجرن. انت دلوقتي بقيت خطيب بنات واخوها وابوها وكل حاجه. عليا النعمه يا شيخ، لولا الدرعه السقيه ما كنت اتنقلت من مطرحي. سيبك انت من شال القمح وروح اقف في مكان حدا زكاي بالغل، لاجل ما تبعدي عن قرف التبن ده. تحت امرك يا شعبان. غريب. ايوه. الله، ما تتكلمي. انا جايلك عشان حاجه مهمه. حاجه اللي تجيبك ليه عشان تقابليني في الليل ورا المكنه؟ لازم مهمه قوي. انت عارف ان شعبان قرا فتحه بنات؟ هنياله يا ستي. انا شايفه عينك زيغه على بنات. طب وبعدين؟ مالكش دعوه بنات. امال يبقى لي دعوه بمين؟ بيكي؟ انا بتكلم جد. وانا كمان بتكلم جد. غريب. لا لا مش كده. امال ازاي؟ انا بتكلم جد. وانا جد الجد. غريب اختشي. اللي اختشوا ماتوا. مين اللي بيدور المكنة دلوقتي؟ في حرامي هيدور المكنة بالليل. مش معقول. وده معقول حرامي؟ ده لازم بسم الله الرحمن الرحيم. غريب، مين اللي كانت معاك عند المكنة يا غريب؟ بنات يا غريب؟ كنت مع بنات؟ كنت مع بنات يا غريب؟ بنات؟
يخرب بيتك يا سلامة، يخرب بيتك يا سلامة، الله يخرب بيتك يا غريب، الله يخرب بيتك يا غريب، الله يخرب بيتك يا غريب. مش قلت لك احنا غلابة هلا؟ مفيش حتى كتر خيرك؟ كتر خيرك. بتعمل ايه هنا؟ كنت بعد للزكيبه. مالك انت ومالك؟ يعني كنت عايز نسيب بنات. اشبع، اوعى تجيب اسمها على لسانك، فاهم؟ ايه سر الشر يا شعبان؟ جرالك ايه؟ اعقل عيب. وكتاب الله لا اوري له شغل. انا مش قلت لك مفيش دعوه بيه؟ اني مالي بس يا شعبان، اني في حالي. والزكيبه كانت هتندلق، جه من غير ما اعرف وشالها، اني مالي؟ انا عارف، اصل شغل اللي بنا والشبشب ده مش هينفعني ابدا، فاهمه؟ مش تقوم تنام عشان اطفي اللمبه؟ مش نايم. فكر زي ما انت عاوز، بس اعمل حسابك، كلام الناس كتر عن بنات وغريب. يا ليلي ما تخلص يا انت وتنساد. يا فتاح يا عليم، يا نساء يا كريم. بتقول ايه يا واد انت يا صايع يا واد؟ بقول يا فتاح يا عليم، اقصر الشر يا شعبان، عيب. لو راجل تنزل هنا وايمان المسلمين ده طالع. يا ابني بلاش السكة دي، ادي احنا ابتدينا. لا مؤاخذة يا فرج، انا جاي لك في كلمة وماشي. حلني يا فرج من الفتحة اللي قريناها سوا على بنات. سلام عليكم. إذا كان شعبان رجع في كلامه. يا حضرة الناظر، يا حضرة الناظر، أنا خلاص غلب حماري، أنا مش عارف أعمل إيه، أعمل إيه بس يا ناس؟ أهج وآخد في وشي وأسيب العزبة؟ ولا تسيب العزبة ولا حاجة، أنا هريحك منها خالص. بنات من بكرة مش هتشتغل في المكنة، هتشتغل في بيتي أنا، بعيد عن الرجالة وشغل الرجالة والقرف ده كله. موافق يا فرج؟ إلا موافق، ده أنا موافق وموافق. هات ايدك اما حد عليه. كتر الف خيرك، انا مش عارف اودي جمالك فين. كتر الف خيرك. يا
دي تشتغل عندنا. انا قلت لك اهو. ليه بس يا ام جورج؟ مستحيل تشتغل عندنا زي ما قلت لك. شغلها وسخ ومش عاجبني. لا تفهم في طبيخ ولا غسيل ولا كنس ولا مسح ولا حاجه ابدا. دي فلاحه خالص. بكره تتعلم. انا قلتها كلمه في البيت ده. اختار لك خيره من الاثنين. يا انا يا هي. الله. ايه اللي جابك بدري كده؟ ام جورج ما رضيتش. طفل لطيف. ايه رأيك يا فارق؟ ده انت بالطريقة دي تموت يا اخويا، الشر برا وبعيد. ما تهون على روحك بقى. اعمل ايه بس يا ام سعيد؟ ما هو لو قادر استغنى عن يوميتها كنت قعدتها في البيت. لكن زي ما انت عارفة العيال كتير والرزق قليل. اعمل ايه بس؟ ما هو لازم ارجعها الشغل في القرن تاني. طب ما ترجع. والواد غريب ده. يوه، هو غريب يعني هياكلها؟ ده ياكلها وياكلها. خلاص جوزها له. بتقول ايه؟ بقول جوزها له. اجوزها له؟ عشان الناس يقولوا كان بينه وبينها حاجه وتسترنا عليهم. مش احسن ما يقولوا كان بينه وبينها حاجه وما اتجوزهاش؟ اهو قاعد معطل جوازها، وهي قاعده في رقبتك هتقطعها. بس ده صايع، ولا حطوش اللقطه. ابي كرداني وحلقي ونساعده. اللي تشوفيه يا ام سعيد. بس انا خايف من كلام الناس. كلام الناس مش هيبطل الا لما يتجوزها. بس اتجوزها له ازاي؟ اروح اقول له تعالى اتجوز اختي. لا اله الا الله. اهو ده حل النسوان ده. ما عادش قدامنا غير حلول النسوان. صوت ملح اتغدى بيه. الله يغمك يا مرات ابوي. بسم الله يا ابو عبدول. اتفضل يا فارك، اتفضل. والله تتفضل ناكل لقمه سوا. الله يكرمك. غداك ايه النهارده يا غريب؟ خيرك كله موجود. عشت يا ابو عبدول. بقول ايه؟ ما دام الخير كتير، ما تيجي نتغدى مع بعض. انا جايب غدايا معايا من الغيط. تعالى ناكل لقمه سوا. بس ولا مؤاخذه. ولا مؤاخذه ولا حاجه. هي نسوان لبهات بتصر غدا يصلب الحيل. تعالي يا شيخ، تعالي تعالي. الله، شوية سمك انما حلوين قوي. الف هنا وشفا. بقول ايه؟ ايه؟ انت بتتجوزش ليه؟ جوز يا ريت. بس دي انت شايف اهو. اغدي مراتي ايه؟ حصوة ملح. اسمع غريب، انا زي اخوك كبير تمام. انا ليا نص بقرة عند واحد مستعد ابيعها واجوزها وعلى مهلك لحد ما تسدد الفلوس. والنبي والنبي ما انت قايل ولا كلمة. انا مش عاجبني البهدلة اللي انت فيها دي. انت عايز لك واحدة تلمك تحط كتفها في كتفك وتدبر لك امورك، وعلى الاقل لما ترجع من الشغل تلاقي لك لقمة حلوة تاكلها. بس اتجوز مين يا فارق؟ مين اللي هترضى بواحد زي؟ يا سلام، ألف من رضابك يا أبو عبدون. بس اللي عيني عليها أهلها مش هيرضوبي. مش عرفك؟ مش جايز يرضوبك يا سيدي. والنبي يا فارق، والنبي، أنا مش مصدق. وديني النبي لأبوسك. بتتكلم جد يا شيخ؟ وبص كمان من عندي. طب والنبي لما تقطع حتت ماني متجوزاه ابدا. ليه بس يا بنات؟ هو مش راجل برضه؟ راجل مش راجل الا ده هو. ليه بس؟ انا ما بيعجبنيش الرجاله بتوع النسوين دول، وده واد بقصه كده وما بيعجبنيش. بقى عاجب بنات الناحيه كلها وما يعجبكيش؟ طب ان شاء الله تحرق زي النار دي، ماني متجوزاه ابدا. يا بنت يا عبيطه،
دي ألف واحدة تتمنى تتجوزه. لا يا شيخ، مش ده اللي ياما ضربتني علشانه وخوفتني منه، ودلوقتي عاوز تجوزهولي؟ وحياة ستنا زينب، وحياة سيدنا الحسين، إن شاء الله تقطعوا جدتي حتت. مش هتجوزه يعني مش هتجوزه، ها؟ أتجوز أيها واحد، شحات، أعمى، مجنون حتى، إنما هو لا. لا ليه يا بنات؟ ده أرجى الراجل في العز. لا لا لا، من هنا للسنة الجاية للعمر كله أنا بقول لا يعني لا. طب برضه لا. بقى تسكتي بقى مش فضايح؟ برضه لا. ومن يوم ورايح أنت مالكيش في الجرن ولا في المكنة خالص، ولا تهومي نواحيهم، تنكتمي وتقعدي هنا في البيت. أجوع عيالي وأوكلك وأمري لله. ايه مالك؟ انا ماشي. مستعجل على ايه بس؟ عايز الحق صلاة الجمعة. انت هتصلي الجمعة؟ ليه؟ هي القيامة قامت؟ غريب غريب. السلام عليكم ورحمة الله. السلام. السلام عليكم ورحمة الله. اصرف نظر عن الموضوع اللي اتكلمنا فيه امبارح. هي الناس تفوت كده من غير ما تمسي؟ مساء الخير يا زكية. مش هتيجي تقيس الجلابية ولا ايه؟ ماليش نفس. انا عندي اللي تفتح نفسك. بنات زمانها بتحلب البقرة وجاي. تعال تعال وانا اندهالك. بنات تيجي عندك؟ الله، انا مش قلتلك هجيبها لك؟ تعال بس وانا اجيبها لك. تعال. اسمعي يا زكية، مالكيش دعوة بنات خالص. الله، وهو ايه اللي حصل؟ مالك بتتكلم كده؟ بتكلم جد؟ مالكيش دعوة بيها خالص، فاهمة ولا مش فاهمة؟ بتشخط ليه؟ دهدي؟ تكونش فاكرني بشتغل عندك ولا ايه؟ بتشتغلي ما بتشتغليش؟ انا بقولك اهو، مالكيش دعوة بيها خالص. حكم. النصر المرة دي ظبطوا مع عم جورج وطخ فيه النار. تلاكم مع بنات. يا ريت يا محمدين، يا ريت. بيقول يا ريت. ليه هو انت؟ ما حصلش ما حصلش. شوف يا اخويا الواد هياكل بعقولنا حلاوة. انت فاكرنا دقينا عصافير ولا كنوديات؟ انا بتكلم جد ورحمة امي، انا ما قابلتش بنات ولا مرة في حياتي. ايه؟ ولا حتى من بعيد لبعيد يا ولا؟ ولا من بعيد ولا من قريب. طب ما ايه رأيك بقى شعبانة هسام؟ ما تتجوزها انت؟ يا ريتها راضية. يا ريت. لا عايزة تتجوزني ولا حتى عايزة تكلمني، وانا حتى لا عايزة اتجوزها ولا عايزة احبها. انا بس عايزة اشوفها. اشوفها بس. ونفسي ومنعين قبلها. بقول لها مرة العواف وترد علي. زي ما بترد على اي واحد من خلق الله. نفسي ومنعيني.
يا غريب يا غريب يا غريب يا غريب يا ابو عبدون. ده باين انه اتجنن الواد ده ولا جراله ايه؟ غريب؟ ده يجنن عزبه قبل ما يتجنن. لا مستعجل له على واحده. عارف بس ما بتجننش ليه؟ تيجيش نتجنن يا ولا؟ ايه؟ لازم اطبخ للغدا ومفيش اكل في الدار. هروح اشوف شويه رجله يا ام الترا. طب وبعدين؟ الله، طب ما تودي انت الفطور لاخوك، ده زمان بطنه بتنغص عليه من الجوع. مش هو اللي قال لي ما تسيبيش الدار؟ امال يعني حضرتك تقعدي تستفتي هنا وانا اعمل الشغل كله؟ طب والنبي ومن نبي النبي نبي ما حد مودي الفطور غيرك. ده دي لو ربنا كان خلق لي 100 ايد ورجل. انت حره، انت اللي حالفه اهو، اذا قال حاجه انت المسؤوله. مسؤوله مسؤوله، ابقوا شنوني بقى انت واخوكي. البنات جايه يا ولاد. يا وعدي عليها وعلى حلاوتها. يا ود احنا لسه عيال، بلاش قله ادب. هنعمل ايه بس يا مسمار؟ اصلها حلوه قوي. والنبي الواحد اما بيشوفها انشد ابت اهو امشي. اتفضلي يا بنت البنات، ده البيت بيتك يا اختي. اتفضلي والنبي ده الشاي على النار. يلا بينا يا جماعه.
زيها في البرتقال مع غريب. ادي اليوم اللي كنا عاملين حسابه. هتوقع حضايا في الدار، ما تروحش لدار اخوه. اخوها زمانه جاي يا ناس، انتوا عايزينه يقتلها ناخدها دار شعبان. انا قلت دار اخوها اولى بيه. خير يا فرج؟ هو ايه اللي خير؟ اصل بنات اختك. مالها بنات؟ ليه يقف البرتقال يعني؟ ليه يقف ازاي؟ هي وغريب. هو ده اللي حصل. اخرب بيتك يا فرج، اخرب بيتك يا فرج. فرج فرج ارجع يا فرج، ما تضيعش روحك. ارجع يا فرج، بلاش الدار. ابعد انت يا شعبان، ابعدوا عني، ابعدوا عني. حصل ايه؟ قولي لنا بالظبط حصل ايه. راح اودي الفطور لاخويا في الغيط، طلع لي من بين الشجر. وبعدين صرخت. صرختي ليه؟ خفت. خفتي من ايه؟ خفت من ليه؟ عمل فيك ايه؟ جه ناحيتي. وبعدين خفت صرخت. جه ناحيتك ليه؟ معرفش. ايه ما تعرفيش ازاي بقى؟ معرفش. نايمك على الارض. اني اللي وقعت. كتم نفسك. ما مدش ايده عليا. قطعلك هدومك. جلابيتي هي اللي شبكت في الشجرة. إيه؟ يا بنات بلاش كده، قولي لنا بالظبط حصل ايه. احنا كلنا في العزب عيله واحده، ما حدش بيخبي على حد حاجه. قولي لنا ما تخافيش، عمل فيك ايه؟ ما عملش حاجه. اني خفت وقعت صرخت. صرختي قبل ما يعمل فيكي حاجه؟ اهو ده اللي حصل. مش معقول. انت بتخبي علينا ليه؟ ما هو دمك سايح اهو، كل حاجه باينه زي الشمس. انتوا فاهميني بخبي؟ والله ما بخبي حاجه. جرايه نسوان، مالكوا خدتوا البنت كده وكانها عملت حاجه؟ مش ممكن بنات تعمل حاجه من دي. بنات يا حبيبتي، احنا حن عليكي من اهلك. اتكلمي يا اختي، اتكلمي يا حلوه. احنا عارفين انه مش ممكن تعملي حاجه من دي، وان غريب هو اللي نجس. هو اللي هجم عليكي، وقعك على الارض وقطع هدومك بالقوه، مش كده؟ هو ما عملش حاجه. انا اللي صرخت، خفت فصرخت. وكمان بتدافع عنه؟ هو ايه اللي ما عملش حاجه؟ امال كان معاكي في الجنينه بيعمل ايه؟ ما اعرفش ما اعرفش ما اعرفش. احنا عذرينك يا بنتي، يا رب استر على ولاياك يا رب. عذريني في ايه؟ انك ما تقوليش يعني، اصلها حاجه ما تنقلش. ايه هي اللي ما تتقالش؟ اللي حصل. ايه هو اللي حصل؟ انت اللي بتسالينا ولا احنا اللي بنسالك؟ انا شايفه في عينكوا كلام كتير، كلام مقرف. انتوا عايزين مني ايه؟ عايزين الحقيقه. انا اهو، اعملوا فيا اللي انتوا عايزين تعملوه. خلاص يا بنات، عشان نوري براءتك ونطلع كل الكلام ده كده، نكشف عليكي. تكشف عليها ازاي؟ عشان نعرف يعني اذا كان الواد النجس ده عامل فيك حاجه ولا لا. ما عملش حاجه. انا بقول لكم ما عملش حاجه، يعني ما عملش حاجه. انا بس خفت لما طلعلي في الجنينه فصرخت. ادي كل اللي حصل. خلاص نكشف، وان كان الكلام زي ما بتقوليه تبقي سليمه ان شاء الله والشرف من صان. ما يخافش من الكشف الا اللي فيه عيب. عيب يا دلال الكلام ده. والله ما عيب الا العيب. اني واحده من الناس مستعده للكشف عليا في اي وقت. بقول لكم ما حصلش حاجه، ما حصلش حاجه، ما حصلش حاجه. يا حبيبي شمموها بصله يا نسوان، شمموها بصله. حرام عليكم يا ناس، أنا في عرضكم. أنا مستعدة للكشف. أنا أهل عزب صحيح، إنها مش من أهل العزب اللي فرطوا فرضهم. أنا حقتلها وحقتله ولازم أن يتم النهاردة. مش بس لما نعرف حصل إيه، إيه بقى أعمل اللي أنت عايز تعمله؟
ليه تكشف عليها؟ ده لا يمكن يكون. ده كلام فارغ ده. وما كشفش عليها ليه يا نسوان؟ انا مش المشطة والبلانة والخياطة بتاعتكو؟ ايش فاهمكم انتوا في حاجات زي دي يا غجر؟ انت تعرفي صحيح، بس احنا عايزين نعرف الحق. الحق كده يا دلال؟ ده عيالك. امي تكشف عليها. هي مش امك تبقى ام شعبان؟ هو لولا شعبان سابها كان ده كله حصل. مفيش الا ست ام جورج هي اللي تكشف عليها. دي ست كويسه وتفهم في الحاجات دي. محدش هيقول الحقيقه الا هي. يلا بينا عشان نعرف يا بنتي. ولا ستات مصر ده لو كان الود ودي لجوزك لاخويا الصراف اللي في البحيره. ما تخافيش يا بنتي، ما تخافيش. بابا في المكتب، بس اوعى تيجي ناحيه الطيور. لا يا ماما انا عاوز اتفرج، ماليش دعوه عاوز اتفرج. انا قلت تروح يعني تروح. حاضر. ايه بس اما اتفرج؟ عيب الحاجات دي ما تشوفهاش الرجاله. الرجاله بس انا مش منهم. انا قلت بره يعني بره. الأول كلكم تخرجوا من غير ما ترد. يا ست أم جورج ده عرضنا كلنا ولازم نطمن عليه كلنا بعينينا. طب اقلعي هدومك يا بنات. ما
لازم اخلي الضغط لي يدرس معاه، لازم اخلي اكبر حته في الشيخ زي القمحي كل يوم كل يوم ليه فيه شجره دي من تنش دي عطينا والله والله لازم اتيه النهار فلازم اديله. يا ناس حرام عليكم، انا ما عملتش حاجه. ما تخافيش يا بنات ما تخافيش، نوروا شويه نوروا، نجيب لك اللمبه احسن. يا ريت هقتلها وقتله قبل الشمس ما تغيب. سليمة إن شاء الله، سليمة والشرف من فراغ. لا تكليلة، إنما برضو لازم أقتله، لازم أقتله والله لازم أقتله. وحياة المسيح الحي، إن هوبت نوح العزبة لكون ضربك بالنار. أنا اللي ماشي. هات العصايه بقول لك. أثر الحادث لم يدم طويلا، ولم تبق بنات حبيسة البيت إلى الأبد، ولم تطل غيبة غريب، ولا استغنى فرج عن هزله وضحكاته، إذ بعد أسواق وأسواق كان كل ما حدث قد وضعه أهل العزبة في خزينة النسيان. كانت الحياة كلها قد عادت تدور مثلما كانت تدور، حتى بنات نفسها عادت تعمل وتضحك وتعيش. كل ما في الأمر أنها السوق واللي بيروحوا السوق. حطتيني يا اختي المقطع.
على فين ان شاء الله؟ رايحه لست ام جورج اعمل معاها البسكويت. واللي يروح لام جورج يعمل في روحه العمايل دي كلها؟ عمايل ايه؟ المنديل ابويا والتوب الضيق وخدودك حمر قوي. ما انت عارفه انه حمارهم طبيعي. حكم كان عايزه تتجوزي انت رخرة. لاني عايزه جواز ولا عايزاكي تجيبيني سيره الجواز؟ كفايه عليك ودلال ايه هتتجوز النهارده. وهتتجوز مين؟ شعبان؟ خليه يشبع بيها، فوتك بعافيه. ان اتاخرت انت حر. اني اتاخر على كيفي؟ انتوا عايزين مني ايه؟ اني مش طلعت بريئه والشرف من طان. يا عيني والعماد، يلا نجر يا ولاد ونميه في المصيف. حرام يا عيال، مش احسن ما ينتم وريحته تطلع. اني رخر بقول الدنيا مالها، ريحتها حلوه كده ليه؟ استعجل علي اللي بتخبط يو على مهلك شوية. هو انتي؟ اهلا وسهلا، انتي جيتي؟ ايوه جيت. تفضلي تفضلي، خشي يا اختي ما تخافيش، ده البيت بيتك. يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا، تفضلي يا اختي، يا الف اهلا وسهلا.